سفر العدد 25. وأقام إسرائيل في شطيم، وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب، فدعونا الشعب إلى ذبائح آلهتهن، فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن بسبب مشورة بلعام. إيه اللي حصل؟ الشعب ابتدى يقع في الزنا، والبنات اللي دخلوا وسطهم دول بدأوا يشدوهم لعبادة الأوثان. وتعلق إسرائيل ببعل فغور، شوف ربنا عمل معاهم ده كله ومتعلقوش بيه. لكن لما البنات دول أو الأشرار دول دخلوا وسطهم علقوهم بالتمثال البعل ده. فحمى غضب الرب على إسرائيل، فقال الرب لموسى: خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس، فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل. فقال موسى لقضاة إسرائيل: اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور. ساعات كده تحس ان في قرارات عنيفة، بس لازم لما توصل الى إباحية وزنا وعبادة أوثان تلاقوا في قرارات قوية قوي بالإعدام. وإذا رجل من بني إسرائيل جاء وقدم إلى إخوته المديانية أمام عيني موسى وأعين كل جماعة بني إسرائيل وهم بيكون لدى باب خيمة الاجتماع. يعني إيه؟ دلوقتي في قرار إنه رؤساء إسرائيل دول لو لقوا حد مدخل امرأة غريبة يقتلوا. أي حد بيعبد أوثان أو بيستبيح الزنا يموتوه. والشعب ابتدى يبكي لانه طبعا في تاديب شديد قوي، في ناس بتموت. وسط الجو ده كله اللي كله توبه ومرار والناس مشدوده جدا، جه راجل مستبيح وقصاد عينين الناس كلها قدم الى اخوته امراه مديانيه، واحده من مديان، امام عيني موسى واعين كل جماعه بني اسرائيل وهم بيكون لدى باب خيمه الاجتماع. خد المديانيه ودخل بيها خيمته قدام كل الناس، يعني في منتهى الجسارة. فلما رأى ذلك فنحاس ابن العذار ابن هارون الكاهن، ما هو ده الكاهن الجديد، العذار ده ابنه بقى اللي جده كان هارون، قام من وسط الجماعة وأخذ رمحا بيده ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة وطعن كليهما، الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنه، فامتنع الوباء عن بني إسرائيل، وكان الذين ماتوا بالوباء 24,000. يعني من ضمن الكلام نفهم ان في وباء حصل بسبب الزنا وعبادة الاوثان، مش بس بيقتلوا في بعض، كمان في وباء دخل على الشعب كله. ووسط الوباء ده كله والعقاب الشديد والناس ابتدت تبكي قدام ربنا عشان تتوب، دخل واحد مستبيح واخد امرأة مديانية على خيمته قدام عينين موسى وعينين كل الشعب. فراح فنحاس، ده فنحاس ده شاب صغير، ده جده هارون وابوه العذر هو رئيس الكهنة دلوقتي. فنحاس غار كده وقلبه حمي وخد رمح ودخل وراهم موتهم هما الاثنين. هو عمل كده الوباء وقف. فكلم الرب موسى قائلا: فنحاس ابن إليعذار ابن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني اسرائيل بكونه غار غيرتي في وسطهم حتى لم افني بني اسرائيل بغيرتي. يعني انا كنت هخلص على الشعب ده يا موسى، لكن الولد ده عمل حركه يعني رد الغضب لانه خد حق ربنا. يعني كان حامي ودخل بشده والحق حق بقى. ربنا قال اللي يعمل كده يموت يبقى يموت. فلما شد الشده الجامده دي ربنا فرح والوباء وقف. لذلك قل: ها انا ذا اعطيه ميثاقي، ميثاق السلام، فيكون له ولنسله من بعده ميثاق كهنوت ابدي، لأجل أنه غار لله وكفر عن بني إسرائيل. وكان اسم الرجل الإسرائيلي المقتول الذي قتل مع المديانية زمري بن سالو رئيس بيت أب من الشمعونيين، واسم المديانية المقتولة كزبي بنت سور هو رئيس قبائل بيت أب في مديان. يعني دول كانوا أمرا، يعني البهوات دول اللي لخبطوا دول ما كانوش ناس أي كلام، كان ولاد رويسة يعني. ثم كلم الرب موسى قائلا: ضايقوا المديانين واضربوهم لأنهم ضايقوكم بمكايدهم التي كادوكم بها في أمر فغور وأمر كزبي أختهم بنت رئيس لمديان التي قتلت يوم الباب بسبب فغور. أنا كله عاوز بس أتكلم عن شخصية فنحاس ده.
صدقوني ساعات الكنيسة تبقى محتاجة في نحاس، يعني ايه مش واحد يمسك رمح يموت في الناس، لكن محتاجة ان الحق يبقى حق، لان احنا ساعات بنجامل على حساب الحق. في نحاس ده رمز للغيرة الصادقة وحماس الشباب اللي يعجب ربنا، اللي هو اللي كلمة ربنا ما تنزلش الارض والغلط غلط محدش يعني يغمض عنه. احنا احيانا عشان نصلح حياتنا محتاجين الروح دي، انك ما تسكتش على غلط في حياتك، وده الغلط وعارف بيغضب ربنا ما لازم في نحاس يدخل، لازم يبقى فيها في نحاس، لازم واحد يبقى غيور كده، لان ده بيريح قلب ربنا. الغيرة الشديدة دي والالتزام الشديد ده بيفرح ربنا، يمكن يرفع وبقى، يعني يمكن مجرد الغيرة والأمانة الشديدة دي ترفع عقاب وتأديب لربنا على الناس وعلى الشعب وعليك وعليا. احنا محتاجين نروح في نحاس اللي فيها غيرة. وخلي بالكم اللي يعمل كده اكيد هو مع نفسه نقي، يعني مش ممكن في نحاس يكون بيعمل كده يكون واحد من البايظين دول، مش ممكن، مش كده؟ لكن ده هو من شدة غيظه وزعله على الشعب ما استحملش ان يبقى المنظر ده قدامه، فدخل ونفذ كلمة ربنا بحرفها. احنا محتاجين، انا كل الرسالة اللي عاوز اقولها لكم كده في 5 دقايق، في نحاس السخن الغيور اللي ما يواربش الباب واللي ينتقم من الشر واللي ياخد بحق ربنا واللي كلمة ربنا كلمة فيها حق، الحاجات دي مطلوبة في الزمن ده. انساش مرة انبأ أثناسيوس الله ينيح نفسه تعبان يسويف، وده كان راجل عظيم، انبأ أثناسيوس حضر فرح عندنا في مريمرقس، وما أدراكم ما الأفراح في مريمرقس دلوقتي. وبعدين فدخل الفرح لأنه جاي مجاملة، وأتاري يعني العروسة لابسة وحش ونص المعازين لابسين مش لابسين وكده يعني، فحاجة توجع القلب. أنبأ أثناسيوس الراجل طيب وما خدش في باله، فأبونا مرقس ميل عليه قال له سيدنا حللني، هروح بس أحط شال على العروسة عشان نعرف نصلي. فهو ما بصش، قال له خلاص يا ابونا خلينا نصلي. بعدين بص ما عجبوش المنظر، بص في الناس ما عجبوش المنظر، قام شد الميكروفون من ابونا وهو يصلي، انتوا ايه اللي جايبكم هنا؟ انتوا جايين كباريه في الكنيسه، انتوا جايين تعملوا ايه هنا؟ تمام، بس الناس ده طيب جدا، يعني اللي يعرفه منكم طيب جدا ووديع ونفسه طويل ومتواضع القلب جدا، لكن الا واتنرفز وهاج وهزق كل المعازيم وهزق العروسه وكانت ليله. انا عاوز اقول هي دي روح في نحاس، ان واحد ما ينفعش يغمض عينه عن غلط، ده بيت ربنا وليه كرامته وليه احترامه، الغلط غلط ما يتسكتش عليه بالرغم ان هو اب وطيب وحنين ومتواضع، الا انه ما ينفعش نسكت على غلط، في غلط لازم نعلق ولازم نتكلم. احيانا نحتاج للروح دي، لانه لما بيتساب الغلط بيزيد، خلي بالكم. يعني النهارده بسببنا يجدف على اسم الله، ليه؟ الموضوع ده الناس بره بيتكلموا عليه وبيتريقوا عليه وبيهان اسم المسيح بسبب التصرفات دي. طب لو احنا ما خدناش موقف زي في نحاس، يتهان بيت ربنا ويتهان اسم ربنا. في حاجات لازم فيها مواقف ما فيهاش فصال، زي انت اب في بيتك في حاجات بتفوتها لكن في حاجات ما بتفوتش، ما ينفعش تفوت، لو فاتت يبقى العيال مش هتطلع كويسه، خلط كده فلت العيار. فاحنا كمان في حياتنا مع نفسنا لازم ناخد مواقف حاسمة، وفي خدمتنا احيانا لازم نحتاج الى مواقف حاسمة، والمواقف الحاسمة دي بتبرد قلب ربنا. يعني ده نفس الموقف اللي خده يسوع في الهيكل. مين يتخيل ان يسوع المحب العشارين والخطاة اللي كله رحمة ومحبة، اللي زكى والزانية والسامرية وكل الاشكال دي اتلموا عليه، لكن في الهيكل كل الناس خافت منه. بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. نحتاج إلى الثورة دي.